وسط الاحتفالات والفرحات التي تعم مدينة الرقة بعد خلاصها من تنظيم داعش الإرهابي الذي عاث فيها فساداً ودماراً، تسمع أصوات الأهاليل والزغاريد مبشرة بإعلان تحرير الرقة. ففي الملعب البلدي الذي كان التنظيم يتخذه ساحة إعدام للمدنيين، يجتمع فيه عدد كبير من قادة قوات سوريا الديمقراطية وممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، بالإضافة لقياديين من قوى الأمن الداخلي، معبرين عن فرحتهم وانتصاراتهم التي تحققت على أيدي المقاتلين والمقاتلات من قوات سوريا الديمقراطية. المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو أعلن في بيان رسمي في الملعب البلدي وسط المدينة أن الرقة محررة بشكل كامل من تنظيم داعش الإرهابي. بيان إعلان تحرير مدينة الرقة باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نعلن اليوم بكل فخر واعتزاز من قلب مدينة الرقة عن نصر قواتنا في المعركة الكبرى لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي ودحره في عاصمة خلافته المزعومة وتحرير مدينة رشيد وعروس الفرات. طلال سلو قال بأن القوات تعهدت بحماية حدود الرقة ضد جميع التهديدات الخارجية، وستسلم الرقة إلى مجلس الرقة المدني، وأن القوات ستكمل مسيرتها في محاربة الإرهاب أينما وجد والقضاء عليه. سيؤثر من ناحية إيجابية طبعا، لأن القوات أغلب القوات سوف يقوم بالذهاب إلى تلك المناطق. طبعا ذهب البعض منهم، جزء منهم سوف يبقى هنا للدفاع عن المدينة، والجزء الباقي سوف يتابع جنب إلى جنب مع مجلس الزور العسكري مع قوات التحالف تلك الحملة التي أطلقناها بتسعة